في روسيا أيضا أعلن المركز الروسي للأرصاد الجوية أن الغطاء الثلجي في موسكو حطم رقما قياسيا. مواجهة نتائج هذه القصة مرتبطة نوعا ما بالعقوبات بالأيدي العاملة الأجنبية. كاتيا طعمة تنقل لنا الصورة من هناك. الغطاء الثلجي في العاصمة موسكو هذا العام حطم الرقم القياسي. سماكة الثلوج في بعض شوارع المدينة وصلت حتى 64 سنتيمترا، وهو أكثر بنحو 7 مرات من المعدل الطبيعي وفقا لمركز فوبوس للأرصاد الجوية. لكن هذه الحلة البيضاء التي تكتسي فيها المدينة وتجعلها أكثر جمالاً تصبح عبئاً على المواطنين بعد ساعات بسبب تراكمها في كل مكان، حيث تعرقل حركة السير والمشي والتنقل في العاصمة. жить с этим, не обращая на это особого внимания. Большое количество снега затруднило нашу жизнь. Да. Но с маленьким ребенком, с коляской в такие сугробы пройти, конечно, сложно. И чистилось все не очень оперативно. Вот. Но зима красивая зато была. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لفتح الشوارع الرئيسية في المدينة، لكنها أصبحت عاجزة أمام كميات الثلوج الكبيرة بسبب نقص اليد العاملة الأجنبية التي اعتادت أن تعتمد عليها في تنظيف المدينة لتملأ هضبات الثلوج هذه الطرقات بعد أن تجمعت منذ بداية الشتاء. كاتيا طعمة، العربية، موسكو.